يبدو أن أمبو غير متأكد من المسار الذي ينبغي أن يسلكه. حبوبي أمبو، لا تدق بنا الناقصة. أمبو أبو الغيرة، كوخ المستكشفين بشخصين، أحتاج خشب مثلا، أرسل فريق. أوه دخلنا المنطقة الخضراء، المنطقة السامة. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بيكم قناة العاب كونفوشاري اوراكي جيمر. اهلا بيكم بالحلقة رقم 3 من اللعبة الكونفوشاري ووندرينج فيلي. اوكي، ان شاء الله حلقة اليوم راح نستكشف او راح نشوف قاعد بالنوم. اوكي، الثوب لو راح يقوم، امبو يستريح، امبو راح يتحرك هسه. كوخ المستكشفين ياب، نزيد اهميته لاقصى شيء. هذا ليش ما جاي تشتغلون بي؟ حجر يحتاج. اوكي، قدامي خضار، ومن بكل الاحوال راح يطيح حظي، يعني لان المنطقة الخضراء معروفة بان هي منطقة سموم، فمشكل كبير، مشكل كبير. اوكي، المنطقة اللي بيها السموم راح تأذيني، راح تضرني بالاختصار. يا ريت تخلصون بسرعة يعني. بس بناء، ناقلون، حاصدون، عمال بناء. سرعة، نريد سرعة. مشكلة ما عندي احجار. المود هاي لازم احتاج كوخ المستكشفين. خلي واحد من عندهم، وين هو؟ خلي واحد من عندهم عمال عميون، عمال ناقلون. اوكي، او الحاصدون. ياب، نايس. عندك واحد جاي يشتغل. كل ما زاد العدد كل ما زادت السرعة. اوكي، سرعة الانتاج. يبدو ان امبو غير متأكد من المسار الذي ينبغي ان يسلكه. عنده مفترق الطرق المقبل، يقول لي غير متأكد يروح منا لو منا. امبو هسه جوعان اكثر مما هو، اكثر ما هو نعسان. يعني نان اذا راح منا يقدر ينام، اذا راح منا يقدر ياكل، فهو يحتاج ياكل. المنطقة بكل الحالتين يعني نفس الضراط. اوكي، طيب حاضنا بكل الاحوال. المهم شيش صراحة، زيادة بالسمية راح تضره، راح الهيل ماله. وين الهيل؟ هذا الهيل ماله. صحة أمبو 100%. هنا النوم، إذا كان نعسان، هنا الجوع، هنا مستوى السموم. أمبو احتمال يرتفع، إذا ارتفع كلش راح يتأذى. فأتمنى يروح لي قدام، لأن ما عندي البوق، ما أقدر أتحكم تحركاته بشكل غير مباشر. يعني إذا عندي بوق هسه أقل أروح من نانا حتى يعاندني ويروح منا. فأتمنى يروح لي قدام. هذا لو حجر يولي هسه، هذا يولي الواح حجر، زادت يعني الواح حجر. استعجلوا شباب، عوفوا الطريق، عوفوا. اوكي، عوفوا هذا كيل، عوف عوف عوف. يلا يلا، ركزوا ركزوا. اوه يقول لك غير متاكد من شلون. نايس، عمال بناء، خاله عمال بناء. لا الناقلون، خليه الحاصدون. يلا هيك شي راح يشيلون ذني بسرعه. هنا انا اقول لك ماكو مجال. اها جاي يشيل هالاغراض كلهم. خلينا مخزن الموارد، هذا يشيل توت. لو لا ما يشيل توت، لا كنت راح الغي. نشيل هذا. هنا عندنا هواي توت. اوكي، نخلي مخزن ثاني هنا. اقدر مو لو ما يحتاج. شيش، نايس. المخزن يب، اوه مخزن 19. اذا اكو مخزن داخلي، يعني 20 يشيل، بينما المخزن الكبير مال يشيل 50. واعتقد اكو مخزن يشيل 100، ما ادري. لي قدام، رحمل اهلك، لقدام. حبوبي امبو، لا تدق بنا الناقصة. امبو ابو الغيرة. اوكي امبو، شيش، اعتقد راح يكمل اللي قدام. عاشت ايدك امبو، نايس. راح يكمل اللي قدام، ما راح يصير اي تغييرات من هذا المنظور، بس من هذا المنظور احتماليه ينعكس هيك شيء. المهم يا ريت تستعجلون لنا هنا. لو خشب، لو حجر، عندك ممتاز الشغل. لو خشب استعجلوا لنا شوي يعني اذا ممكن. ناقلون، ليش ما جاي يحصدون بسرعة؟ اعتقد هنا راي يابا، هنا جايين. شوف لما يكسره هو جاي يحصده،
أدري هذا الحكي بس على ال أو جاي يشيله همينه. إذن هو يشيله وهو ينقله. نايس. أوكي. حجر يمكن تجميع. شيله 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 شيله. أو راح يشيل شيء غير شيء. آه. إذن أكو ناس يحصدون وأكو ناس ينقلون. ياب. نايس. نقلل من ذولي الجامعة والتوت لأن عندي هواي توت. هواي توت. راح يقبط اصلا قبط هنا أنا مقبط 17 من 20 خل اقلل الاعداد تيجي واحد هنا نزيد سرعة هذا المكان او الوصول اليه نقول له هيتش اوكي لا هيتش هيتش نايس هيتش احتاج اخلي مخزن صغير قريب من هذا حتى يكون بالخشب انقله 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 مخزن نايس مخزن حتى ينبني شنو يحتاج والله يحتاج 10 خشب يا ريت يستعجلون شوي يا اخي ليش ما انا استعجلهم عجيب نايس نايس هسه الاكل ممتاز زائد 3 قلت انتاجيتنا يقول لك مجموعة من الرحالة يريدون يشرفون قريتك أقول لهم كل الهلة اجوا 2 أصحاء ممتاز نايس ارتفع مستوى السكن ازدادت احتياجات قروين تحقق منها الشريط العلوي يقول لك السكن جد زادوا عندي 20 هسة والمكان يكفي 18 إذن نزيد مكان للسكن خله هنا نايس أو نشيله خليه بمكان ما راح استغله نانا لا لا نانا ياب نايس زادت الأعداد يعني زاد الاستهلاك يعني دخلنا المنطقة الخضراء المنطقة السامة شوفون هنا وين هنا أمبو الواقف لا شيء وات هس راح تتغير هاي الإحصائيات أول ما أدخل المنطقة أوكي هاي لا شيء اللي باللون الأخضر راح يصير بالأصفر يمكن نايس نايس بس السرعة وات لا تنام هنا يا راح ياكل اوه من الوحش ياكل بالعافية بالعافية جعله بالعافية اوكي اوكي راح يكمل كل الاكل كله رمشة عين وراح ينام همينة يا ريته ينام زراعة الصبار فتح شجرة البحث اريد شغلة تفيدني نص الطعام راح تفيدني طبيب القرية كوخ مستودع وارد جامع الفضلات حاليا ما احتاج هالشغلات يعني معقدة نوعا ما جامع الفضلات راح يفيدني صراحة اوكي راح يزيد سرعة الزراعة كوخ مستودع احتاج ملابس الفضلات ايش لا نايس 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 بدينا نتطور شوفوا هسه وات لا شيء السمية الهواء لا شيء والسمية اذا كان قاعد هم لا شيء ما توقعت احتمال لان انا بعدني بالتوتوريال يعني اوكي بعدني ببداية اللعبة يمكن بعد اللعبة ايزي صراحة يمتى تبنون هذا راح مل والديكم ياب لو خشبي البناء اسرعوا ياب راح تبني بطل انت يقول لك امبو راح ينام نوم العوافي حبيبي نايس نايس بديت هسه بديت اتطور ياب ياب شغلي عادل شغلي عادل شغلي عادل اوه كوخ المستكشفين فتح الخريطة كوخ المستكشفين بشخصين اقول له فتح الخريطة اقول له مثلا شنو احتاج انا احتاج خشب عندي احتاج خشب مثلا اقول له تعالوا هنا ارسل فريق شقد يحتاجون وقت ما يقول لي شقد يحتاجون وقت بس سريع سريع لان انا اصلا مسرع اللعبة اوكي بسرعة قاعد من النوم لان انا مسرع اللعبة 4 اضعاف اوكي نايس 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 لا شيء ممتاز ما دام ماكو سموم بالبداية هاي ماكو سموم بعدين لا راح يصير اكو سموم مجرد دخولي للمنطقة شيء يعني مخاطرة كل منطقة لها مواصفات هاي المنطقة الصحراوية هاي المنطقة الخضراء وهنا المنطقة الباردة وهيك شي راحوا الشبيبة نرسلهم على المود يجيبون من المحجر حتى يجيبون طابوق
نصنع لنا منطقة هنا نخلي بيها المواد، ما اريدهم ينقلون المواد بيدينهم، يعني قصدي يعني يكون منطقة حفظ المواد قريبة من منطقة انتاج المواد. اوكي اعتقد خلصوا الشبيبة، يب لانها قريبة من عندي، ارسلهم هنا. اذا المنطقة قريبة من عندك بسرعة يخلصون، بس اذا ارسلت له لا تشكيل فرقة. الو اوه المسافة المقطوعة 74 كيلومتر، واو نبطئ شوية لان هواي شغلات جاي يصير. اخرج ام فضلاته، اوكي وشنو يعني شو تريدون هسه؟ مفروض اخلي هنا فريق شي يجمع الفضلات. اوه خلصت انا برج البوق، ما ادري برج هذا، اوكي برج البوق اقدر اخليه بس قدام، راح اخليه هنا أنا. اوكي نايس نايس، يا ريتهم يستعجلون. ايش قد عندي خاملين؟ ما عندي، الاستهلاك ناقص واحد. اوكي بدأوا يستهلكون الشبيبة، يا ريت تشتغلون على هذا بسرعة يعني، زيد السرعة. شين خال العمال هنا الناقلون؟ خلي نشوف العمال عاملين وش يسوون. اوكي مكان العمل ها، يابا يابا يابا. اوكي شين ايش صادفنا ثاني؟ اوه خلصت الفريق، شين انطانا؟ اوش ها خلصوا، بس ارسلهم مرة ثانية. جاب لي جاب لي اشياء. قد عادت فرقة اكتسبوا واحد من المعرفة، هاي المعرفة بعدين نسولفها. شوف شلون بسرعة جاي تمشي لان مستكشف او قريبة من عندي. ارسل فريق مرة ثانية يعطيني خشب، لان يعني ما عندي خشب، عندي هواي طابق بس ما عندي خشب. صارت 25. نايس نايس بديت اتطور. يقول لي طبيب القرية او فتح اول شي الشجرة. حاليا انا ما عندي سموم فليش اجيب طبيب القرية؟ نصة الطعام ياب لازم من شارة. ممتازة هاي، استخرج العصارة السفرية كومة السماد. كومة السماد ياب لازم لازم. شو اسوي بالفضلات اذا ما اقدر احولها الى سماد؟ يعني هاي ما منها فايدة بدون هاي. اوكي هسا اللي احتاج احتاج مطعم، يا مطعم احتاج ياب مطبخ، يا مطبخ. نايس نايس خلي هنا، وطلع لي فريتشي جديد اللي هو هذا جامع الفضلات. ما اقدر اخليه الا بهاي المكان، هذه الاماكن يعني، خلينا انا لان هاي المنطقة ما اقدر استثمرها، منطقة هاي بس لزراعة الفطريات. شين الاخبار؟ ما يقدر. اوه اخلص هاي، نزيد السرعة. نايس نايس نايس، من يروح لي قدام. يس جابوا خشب. اوش خلينا نروح لي هنا انا. او برج البوق نايس نايس، نعيل واحد هنا. شي عندك هنا؟ اما العاميين اما لا. اوش حصلت لك واحد؟ يابا حصل له واحد، يحتاج واحد بس حتى يسيطر على تحركات امبو. الاوامر اللي اقدر هسه امره انه استلقي او نام، او يابا استلقي بس يقعد يعني يرتاح، او شو اسمه امشي اذا كان نايم يمشي، او اركض. بعد ذن الاشياء ما اقدر اتحكم بيه، ما اقدر اقول له نام يعني. اكو هنا المفروض يطلع لي خيار يقول لي نام، اقدر اقول له يعني، بس للاسف هسه ما عندي. اقول لك لقد واجهت مجموعه صغيره من السماح، سماح مرات يجون لي مرضى ثلاثه. نايس نايس خلي هاي، وين وين خلي هاي هنا. منطقة البيت ما من أمها فايدة، أوكي يعني ما إلها تأثير أو مو مهم وين تخليها. خلي نشيل منها هاي الشجرة، عجبتني صراحة، خليها هنا، خليها هاي الشجرة. ما يهم وين تخليها، عسى ما تخليها هنا. هم ما لهم علاقة، أهم شيء عندهم فرشي يسمونه بيت. هاي خريطة، وين واصلين؟ أوه رايحين راجعين الشباب. شو هسه شلون جاي احصل طابوق وخشب بشكل ممتاز؟ بس هنا عنده منطقة نوم، يا ريت يقدر ينام. راح اقول له يستلقي والله كريم بعد. وش وصل؟ هو راح ينام اوتوماتيكلي. ياب. يقول لك يقبل ام بو. ليش قلت له روح نام؟ ليش قلت له استلقي؟ على هو ما قايل له استلقي. تدرون ليش؟ لان هسه كان راح ينام بس
أمبو نوم أمبو جاي يقل أعتقد 55. أوكي لا يثق أمبو بأوامرك. ياب نعم. شيش كنت راح أجيب العيد. أريد خشب أرسل الفريق. أقدر أنشئ لي منطقة ثانية للفريق. أوكي شيش يعني أقدر أنشئ لي كوخ ثاني للمستكشفين. مستكشفين يحتاج لهم وقت 103 كيلومتر. أه وين دازم خطية مساكين. تاجية الأكل سالب 12 لازم أدير بالي. ياب 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 نايس الكفاءة. زد لنا واحد هنا. ما عندي أي خاملين. جاي تمشي أموري وزين مسرع اللعبة. نسيت هاي الحركة. 2 هنا. هنا 1. الخشب جاي يقل بسرعة لأن قبل جاي يتحول إلى ألواح. بس بعد ما عندي نشيل هذا الكل الخشب اللي هنا. أوكي. قل له بس الأشجار حصاد الأشجار. جميع لا حصاد الأشجار. أشير لي بس على الأشجار. نايس. أشجار. نايس. أوه بعد سنة ما يوصلون. لا قريبين. هسه قل له روح لهاي. أوكي خلصوا. أرسل. راح جابوا لي 35 خشباية. عندك هنا الإعصار. شيش. إن شاء الله ما أصادفه. اكو طريقة انه ما اصادفه انه اخليه يركض مثلا. هو هنا وهو واقف والاعصار جاي هنا اقول له اوقف مثلا خليه يتعدى. او هو راح يجي انا اقول له يركض حتى يتعدى المنطقة يعني. ياب ياب برد اجانا. فمحاصيل وهي هي محاصيل تعبانة. انبو اقول له نام واقول له اكل. هذا هاي شغلات مفيدة كلش حتى يبدي يثق بيه. فعلمود هاي لازم يحتاج واحد معرفة. بعض الأشياء أحتاج إنه تكون عندي فرشية اسمه معرفة حتى أتعلمهن. أكو أشياء مثل هاي لا ما تحتاج شيء. هسا اللي أنا مو زين بيه هو عدد الأشخاص. أحتاج هواي أعداد. المزين بيه الخشب. أنشئت المطبخ ممتاز. ياب التوت ممتاز. ميسي التوت. يا ما عندي غير التوت. وعندي هذا الشمندر. ياب عندي الشمندر. هنا أنا درجة الحرارة. بالنسبة للشمندر هاي درجة ثلجي تأذى بيها. هنا أنا أخضر ممتاز. هنا حار جدا. فهو يتمنى يريد هاي. هنا أنا بارد عليه. هنا أنا بس لا بأس بها يعني ما دام صفرة لا بأس بها. أوكي إذا كانت حمراء فهو جاي يتحلل يبدأ يتحلل. إذا كانت رمادية فهو يجمد عن النمو يثبت. فهي هاي المعلومات لا اوه تعديت من الاعصار بوقت ممتاز. على ما يروح لي هنا على ما يرجع انا اكون متعدي يعني. فايه امبو ان شاء الله تسمع الحكي بالمفترق الطرق. لحد خليهم يجمعون فضلات. ايش لا خليهم يجمعون. اريد ان واحد يجي هنا. واحد خير. وش ياب نايس تعدينا. جاي اشوف منطقة ينام بيها هنا. هنا ما جاي اشوف اي شيء. فليش ما ارسلهم اول شيء. اوكي اتمنى يروح لي قدام. اتمنى هسه اقول له روح يمينا اذهب شمالا. لا راح اقول له روح يمينا. انبو لا يثق باوامرك. فاتمنى لان يعاند وياي راح يروح منا لان هنا اكو اكل وهنا اكو نوم. فا اوكي شباب وقف التقدم. اعتقد لينا وصلنا لنهايه حلقتنا. اوكي اذا عجبكم المقطع لا تنسونا باللايك والاشتراك. واذا عندكم شيء تقولونه او لعبه تريدون نلعبها اكتبوا لي اياها بالتعليقات. نشوفكم عقب باكر الساعه 7 بالليل ولعبه استرونير. اوكي يلا باي.